تحدي الشيخ محمد بن زايد للروبوت هو ليس تحدي للآلة وإنما تحدي للعقول لكي تبدع وتفكر وتبتكر. هو دعوة لكل علماء الأرض وأفضل الطلاب اللي موجودين اليوم في العالم ليلتقوا على أرض الإمارات لكي يفجروا طاقاتهم الإبداعية لحل مشاكل تهم الإنسانية. هو أيضا تحدي للعلم لكي ندفع حدود العلم لآفاق جديدة. كل هذا سيكون إن شاء الله على أرض الإمارات.